انتوا طبعا بتلموا كل القمامة ولا من الترع سواء او من نهر النيل، الحاجات اللي انتوا بتلموها دي بتودوها فين؟ هل فعلا بتودوها مصانع عشان يتم تحليلها مرة تانية، ولا بتقدروا مثلا تودوها مكان في الصحراء بعيد من ضرر البيئة؟ ماشي، انا هقول لحضرتك. هو دلوقتي احنا عندنا طريقتين، احنا بنجمع المخلفات عن طريق حملات التنظيف، وعن طريق ان احنا بنساعد الصيادين بتوع القاهره والجيزه عامه. لحد دلوقتي معانا 30 صياد، ال 30 دول بيجمعوا لنا في الشهر حوالي 2 طن من الازايز المايه البلاستيك من نهر النيل، عشان ليها قيمه كبيره، بنشتريها منهم بسعر اغلى كبيره قوي، اكتر بكتير من السوق، وبعدها بنكبسها عندنا في المكان عامه اللي في جزيره قرصايه، وبعد ما بنكبسها بنوديها المصانع بتعيد تدويرها، وما تكون المصانع دي مضمونه وليها صلاحيات ان هي بتشتغل في حاجات زي كده من غير لما يكون ليها تاثير سلبي على البيئه. طيب استاذ مصطفى، خليني برضو اخد معاك جزئيه مهمه جدا، وهي دور يعني وسائل الاعلام في التوعيه، توعيه المواطن. هل انتم لسه فعلا يعني ناقصكم دور وسائل الاعلام ان هو يكون مكمل لدوركم في ان هو يوعي المواطن باهميه المحافظه على المياه وعدم القاء المخلفات فيها، خاصه بعد موضوع ترعه العزيزيه وتبطين الترعه وصرف يعني مبالغ ماليه كبيره جدا علشان الترعه دي تتطور؟ هو طبعا احنا محتاجين دعم من الاعلام عامه جدا، من كل الجهات عامه، زي ما قلت كل الوزارات والجهات، بس الاعلام هيكون مفيد جدا جدا جدا، من السوشيال ميديا والتلفزيون، اللي دلوقتي ما فيش حد مش ماسك شاشه او مش معاه شاشه، مش بتفرج على شاشه، انت لازم تعرف بتقول له اني رسائل اللي تعرف تساعده وتساعد البيئه اللي هو عايش فيها. فاحنا طبعا محتاجين مساعده الاعلام، والاعلام بيساعدنا اوريدي جديد جدا 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 جدا، يعني المكالمه اللي احنا مع بعض فيها دلوقتي دي اكيد دليل المساعده بالظبط، ده في اكيد في كذا حد هيتفرج عليها او هيسمعها، فممكن ان شاء الله يا رب واحد او من اللي خمسه حتى يكونوا اقتنعوا وهيغيروا تفكيرهم، فيا ريت. فهي دي النقطه طبعا، واحنا عندنا امل في اي تاثير 0.001 ايجابي، ان احنا نحاول نعمل اي تاثير على اي حد ان شاء الله، واحنا متاكدين ان هو يعني هيكون ليه اثر كويس على مصر او النيل بتاعنا عامه. والنيل انا عايز اقول لحضرتك برضه ان النيل هو من اهم 10 انهار في العالم، واحنا رقم